حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. شاب في إب طلب بالإفراج عن أخيه المعتقل لدى الحوثيين فقتل. موقع إخباري يتساءل لماذا تعثرت معركة تحرير الحديدة. طائرات كهربائية تبشر بثورة في عالم الطيران. أهلا بكم. طالب الشاب نصر بالإفراج عن شقيقه السجين لدى ميليشيات الحوثي في محافظة إب، لكنهم قتلوه وأخذوا جثته أيضا. وعنوان موقع الصحوة نت: استشهاد شاب عقب اعتداء حوثي على وقفة احتجاجية لأسر المختطفين في إب. وقال الموقع أن نصر شرف حزام حداد استشهد أثناء مشاركته بفعالية احتجاجية سلمية للتنديد باختطاف شقيقه وعدد من المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي بمديرية الرضمة شمال شرقية محافظة إب. وقالت مصادر محلية للصحوة نت إن ميليشيات الحوثي بقيادة المدعو أبو يحيى السراجي اعتدوا على وقفة احتجاجية نظمها العشرات من أسر المختطفين بعزلة كحلان بالخط العام الذي يمر من مناطقهم. وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي أطلقت الرصاص على المشاركين في الوقفة السلمية، ما تسبب بمقتل الشاب نصر وفرقت المحتجين واختطفت جثة القتيل. واختطفت ميليشيات الحوثي 5 من العمال من أبناء قرية همدان بعزة كحلان بالرضمة من نقطة تابعة لميليشيا الحوثي ببيت اليزيدي في 3 يوليو الماضي، حيث كانوا في طريقهم للعمل في العاصمة المؤقتة عدن، وغيبتهم في سجونها السرية ولم تستطع أسرهم التعرف على مصيرهم منذ شهرين. وعند محاولتهم الاحتجاج السلمي فتحت الميليشيات عليهم النار وقتلت واحدا منهم. يكتب سامي الكاف عن لقائه مع عهد شباب عدن الذين واجهوا الميليشيات في شوارع المدينة وكيف استغلت لحظة النصر لتحقيق طموحات شخصية، ويضيف سامي فيما نشره في موقع درج: بإمكان المتجول في شوارع مديريات عدن أن يلحظ أن الكثير من الناس منشغلون في مواجهة مصاعب الحياة أكثر من اهتمامهم برفع علم هنا أو هناك أو معرفة ما الذي سيسفر عنه نزال التحدي بين هادي وهاني. في الواقع لم يعد أحد يهتم ببيع أعلام جنوب كما كان يحدث من قبل. وافق أحد الشباب البارزين الذين قاتلوا في الحرب الأخيرة التي شهدتها عدن أواخر آذار 2015 على التحدث عن انفصال الجنوب شريطة عدم ذكر اسمه. قال: لم يعد الاهتمام برفع علم الجنوب كما كان من قبل لدى الكثير من الشباب، فقدنا الحماسة في فعل ما تعودنا على فعله. انظر، لقد اختفت هذه الأعلام في كثير من الأماكن لأنها صارت مصدر ربح لمعظم القادة. ويوضح الشاب بعد إلحاح: وجدنا كشباب مقاتلين أن الحرب الأخيرة التي شهدتها عدن كشفت لنا بروز قادة كل همهم جني ما يستطيعون جنيه من المال لمجرد أنهم مستمرون في رفع علم الجنوب ويطالبون بالانفصال ويشترون الشقق الفارهة في العاصمة المصرية القاهرة وبعضهم في أبوظبي التي صارت مقرا دائما لهم، في حين نحن الغالبية من الشباب الذين دافعنا بأرواحنا عن المدينة بالكاد نتحصل على الفتات. وفي خضم كل هذا اكتشفنا أنه لا يوجد مؤشر حقيقي دال على إمكان حصول انفصال. اكتشفنا في نهاية الأمر أننا تائهون وقادتنا تائهون أكثر منا، لا يعرفون كيف يحققون الانفصال لكنهم يعرفون كيف يجنون الكثير من الأموال. وهذا آخر ما أستطيع قوله لك، منهيا حديثه بنبرة صوت حزينة. إلى موقع المصدر أونلاين والذي يتابع الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين، وعنوان الموقع: ميليشيات الحوثي تختطف 3 أطفال من محافظة البيضاء وتنقلهم إلى جهة مجهولة. وأفاد الموقع أن ميليشيا الحوثي اختطفت 3 أطفال من أبناء محافظة البيضاء في إحدى النقاط الواقعة في الخط الرابط بين محافظتي البيضاء وذمار. وقالت مصادر للمصدر أونلاين إن قياديا حوثيا قام بتوقيف الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما في إحدى النقاط التابعة للميليشيا واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وأوضحت المصادر أن اختطاف الأطفال 3 يرجع إلى موقف قبيلتهم في منطقة صرار البيضاء الرافض لوجود الحوثيين
في منطقتهم. وبحسب المصادر فإن الطفل علي الصرار واثنين من رفاقه كانوا عائدين من مدينة ذمار إلى مسقط رأسهم بمنطقة صرار بقيفة. ليس أمرا طبيعيا أن تتعثر معركة تحرير الحديدة التي بدأت منذ أكثر من شهرين، يقول الموقع بوست متسائلا لماذا تعثرت معركة تحرير الحديدة، ويضيف الموقع أنه تبين للإمارات العربية المتحدة أن معركة تحرير الحديدة لن تكون كمعركة تحرير المخا لعوامل عدة، وأعلنت بأن توقف المعركة يهدف إلى الإفساح للجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية سلميا، وهو مبرر وفقا للموقع بوست غير منطقي وغير مقبول في الأعراف العسكرية، خاصة أنه لم تكن حينها هناك أي ضغوط دولية حقيقية لإيقاف معركة الحديدة بذريعة إفساح المجال لجهود الحل السياسي. هناك الكثير من الأسباب التي تمثل السبب الرئيسي لتعثر تلك المعركة، لعل أهمها أنه كان هناك سوء تقدير لطبيعة المعركة وعدم وجود تخطيط وتكتيك عسكري جيد وعدم وجود معلومات كافية عن قوة الحوثيين العسكرية هناك عددا وتسليحا، بالإضافة إلى أن هناك جهلا تاما بخطط ميليشيا الحوثي العسكرية، وكل ما في الأمر أنه تم تجهيز عدة ألوية عسكرية وتسليحها بدون أن تتلقى تدريبات على حروب الشوارع وطريقة اقتحام المدن الآهلة بالسكان دون إلحاق أي ضرر كبير بهم. وعن معاناة محافظة الحديدة والتي بدأت منذ زمن غير محدد أو ربما غير معلوم، يكتب محمد شداد مقاله في الموقع بوست مضيفا تهامة سلة اليمن الغذائية وميناؤها معبر كل حاجات اليمن، تضورت جوعا بالأمس وزاد فجوره اليوم حتى جفت عروقها وأصابها الوهن والضيم، حتى أصبح بائع التجزئة فيها يقسم دبة الزيت في أكياس صغيرة كي تباع بعشرين وثلاثين ريال، وظهرت مكاييل غريبة مثل نصف علبة الأناناس أو ملؤها مكرونة أو أرزا وشايا، وتقسم إلى أكياس صغيرة كما يتم شراء البصل والطماطم بالحبة، أوزان لم يعرفها المجتمع اليمني والعالم إلا في الحديدة، لجأ إليها المواطن لكي تتناسب مع قدرته الشرائية البائسة. بينما الأرض عندهم تزرع والضرع يحلب والنحل تعسل والسواعد تعمل وبضائع كل اليمن تعبر ميناءهم، فتدر على الجمهورية مليارات شهريا، وسيارات تمر من أمام أعينهم بموديلات وأنواع وألوان مختلفة وهم يسيرون حفاة. لم يكن للحديدة ذنب حتى تجوع إلا غناها، حتى عاش أبناؤها مهمشين وفقراء، ولم يكن لهم ذنب إلا طيب قلوبهم ومدينتهم وحبهم للعيش بأمان وسلام. لم يكن لهم ذنب سوى احترام الدولة والخضوع للقانون حتى يذلوا ويهمشوا ويسلط عليهم فاسدون ونهابة. لم يكن لمدينة زبيد ذنب إلا علمها وفقهاؤها الذين تعلموا أصول العلم وعلموا لكل من قصدهم ويمم نحوهم مجانا وبدون أي دفع أو إتوات. وامتدادا للمأساة تعيش سلة اليمن الغذائية وميناؤها جحيم الحرب اليوم، تكويها وتشويها، تعيش التجريف الحاقد لبناها التحتية والمؤسسات والطرق ومزارع القمح والخضروات والمصانع والمدارس والمحلات التجارية، تعيش الحزن كتوأمتها تعز درة اليمن وعقلها المفكر وحزامها المدني الوطني الأصيل. اتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي ميليشيا الحوثي بإفشال مشاورات جنيف المرتقبة في 6 سبتمبر القادم قبل أن تبدأ. وقال القاعدي إن تصريحات متحدث الانقلاب الرافضة لإجراءات بناء الثقة وتنفيذ القرارات الدولية خصوصا بند تسليم السلاح ضربت المحادثات في مقتل. وأضاف الوكيل وفقا لمسند للأنباء إعلان المتحدث أنه لن يسلم السلاح إلا بعد تشكيل حكومة ورئاسة جديدة دليل جديد على عدم جدية الميليشيات في الوصول إلى سلام شامل ودائم. ووصف القاعدي تصريحات ناطق الميليشيا بأنها تشبه اسطوانة قديمة يكررها الانقلابيون منذ أكثر من 3 سنوات، ما يدلل على عدم جديتهم في إنهاء الحرب والتوجه نحو السلام، محذرا من أنهم يحاولون دائما الالتفاف على القرارات الدولية وكسب مزيد من الوقت لإعادة التموضع وترتيب صفوفهم، خصوصا بعد الخسائر التي تكبدوها في الآونة الأخيرة والضربات الموجعة التي تلقوها في مختلف الجبهات. ولفت إلى أنهم يدارون من طهران عبر وسيط هو ميليشيا حزب الله.
وفي الشأن السياسي أيضا، ومن ذات الموضوع، يعلق موقع الحرف 28 في صفحته الرئيسية: الشرعية تبلغ سفراء غربيين قلقها من توجيهات الحوثي المعلنة بإفشال مشاورات جنيف، حيث قالت مصادر خاصة بأن وزير الخارجية خالد اليماني أبلغ عددا من السفراء الإقليميين والغربيين قلق الشرعية من التوجهات المعلنة للجماعة الحوثية الانقلابية بخصوص سعيها إلى نصف الجهود الأممية والدولية وإفشال المشاورات المرتقبة في جنيف في 6 سبتمبر. وتفيد المصادر أن الخارجية اليمنية نقلت إلى السفراء الغربيين تأكيدات الشرعية بخصوص موقفها المعلن الرامي إلى إنجاح الجهود الأممية لإحلال السلام بموجب المرجعيات الثلاث المتفق عليها. وبعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية بحسب صحيفة الحياة أنها تتابع باهتمام التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة في شأن الأزمة اليمنية، وأشارت إلى إحالة التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان إلى فريقها القانوني، وستتخذ الموقف المناسب وتعلنه بعد المراجعة القانونية. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أكد أن التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة في شأن اليمن يستوجب ردا، وكتب على حسابه في تويتر: لابد لنا من مراجعة التقرير والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثيين وإجرامهم واستهدافهم للمدنيين. وذلك ردا على تقرير لبعثة خبراء تابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي أشارت في تقرير لها إلى أن أفرادا من الحكومة اليمنية والتحالف نفذوا هجمات تنتهك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط بما يصنفها جرائم حرب. يعاني النازحون في منطقة الغلة في مديرية موزع بتعز كما تورد صحيفة العرب الجديد من أوضاع معيشية صعبة بعد مغادرتهم منازلهم ومزارعهم الواقعة في مناطق المواجهات المسلحة. الحرب فرضت على هذه الأسر العيش في العراء أو بعض المساكن البدائية المكونة من القش وسعف النخيل، في ظل عجز السلطات الحكومية والمنظمات الإغاثية المحلية والدولية عن تقديم المساعدات لهم. النازحة سعيدة مهيوب تقول للعرب الجديد: الحرب شردتنا ونزحنا خوفا من الموت بعد سقوط القذائف على قريتنا وإصابة العديد من الأهالي. هربت مع أسرتي ولم نحمل معنا شيء من منزلنا. سكان منطقة البرادة والمجش والغلة والروقين نزحوا في 2 يوليو من العام الجاري إلى المناطق المحاذية لمفرق المخا والعريش، ويعتبر النازح خالد عبد القوي عدم توفر المياه من أكثر المشاكل التي تواجههم في مناطق النزوح، وذلك يساهم في انتشار عدد من الأمراض بين النازحين. قرابة 360 أسرة لم تتلقى أي مساعدات إغاثية من أي جهة أو منظمة، فقد كان مصدر الدخل لديها هو الاحتطاب وعمل الفحم وبيعه، لكن بعد أن قطعت الطرقات بسبب المواجهات العسكرية توقف بيع الحطب وتوقف مصدر رزقها إلى جانب الزراعة. حرب الرئيس ترامب التجارية قد تؤول إلى الفشل، ووراء الإخفاق المتوقع هذا عدد من الأسباب، منها أن الدول المستهدفة في هذه الحرب في المقام الأول الصين واليابان وألمانيا لن تنزل على طلباته. هكذا بدأ روبرت سام ويلسون مقاله الذي ترجمته منال النحاس ونشرته جريدة الحياة. تهدد حرب ترامب مصالح الشركات الأمريكية التي تساهم الرسوم في رفع كلفة منتجاتها، وأكثر ما يتهدد مشروع ترامب الحربي التجاري هو دور الدولار عملة رائدة عالميا. فالدولار يملي السياسات التجارية، وقدرته هذه غير مفهومة، وهو وراء العجز التجاري الأمريكي المزمن. ويترتب على دور الدولار الريادي العالمي التوسل به في المعاملات التجارية والاستثمارات العابرة للحدود، وحتى حين لا يكون الأمريكيون طرفا. وسبق لي أن كتبت أن الطلب على الدولار ينفخ في قيمته في أسواق العملات الأجنبية، فترتفع كلفة الصادرات الأمريكية وتنخفض كلفة المستوردات إلى أمريكا، وينجم العجز التجاري عن الارتفاع هذا. ومنذ 1981 لم يسبق للولايات المتحدة أن سجلت فائضاً قدره 1% في الحساب أو الميزان التجاري إلا مرة واحدة. وحين يدوم مثل هذا العجز عقوداً طويلة، لا يجوز اعتباره من قبيل الشائبة أو المشكلة، بل هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الشامل،
والدولار في خدمة العالم كله. وتكافأ الولايات المتحدة على هذه الخدمة بحركة استيراد تفوق صادراتها، وأمريكيون كثيرون يستفيدون من هذه الحركة. فالمستوردات تفيد التضخم وتوسع خيارات المستهلك، ويميل الإقبال على شراء سندات الخزينة والإيداع في البنوك والأسهم والسندات، والمعاملات هذه كلها بالدولار إلى خفض معدلات الفوائد. ولكن ثمة خاسرين في هذه المعادلة، المزارعون الأمريكيون والمصنعون والعمال على وجه التحديد، وهؤلاء يواجهون منافسة أكثر حدة في سوقي التصدير والاستيراد. وكثيرون من الاقتصاديين يلفظون نظرية تكبد أمريكا ثمن ريادة عملتها، ويقولون إن المشكلة تعود إلى رغبة الأمريكيين في الاستثمار ورجحان كفة الرغبة هذه على رغبتهم في الادخار. ومدار النظريتين على منوال مشترك، حركة طلب على الدولار تقوض معدلات الصرف. في الأخبار المنوعة، خبر عن ما وصفه موقع شبكة البي بي سي بثورة صناعية قادمة، وعنونت الشبكة: طائرات كهربائية تبشر بثورة في عالم الطيران. وقالت الشبكة إن النرويج وعدت أن تسير كافة رحلاتها الجوية القصيرة بحلول عام 2040 على متن طائرات كهربائية، وهو ما يبشر بثورة في عالم الطيران. في يوليو 2018 انطلق وزير النقل النرويجي كيتل سلوفيك أولسون برفقة رئيس هيئة أفينور للموانئ الجوية النرويجية في رحلة متميزة تابعتهما فيها الكاميرات، وهما يستقلان طائرة صغيرة من طراز ألفا إلكتروجي 2 سعة راكبين لتحلق بهما لبضع دقائق في سماء أوسلو. أما السبب في تميز تلك الرحلة فهي أن الطائرة تسير بالكهرباء بالكامل، تمدها بها بطارية خاصة لتحقق ما كان يوما حلما ولتكن مجرد بداية. والهدف من الرحلة التأكيد على ما تعتزمه النرويج من خفض ضخم في العقود المقبلة لانبعاثات غاز الكربون، وبحلول عام 2040 تنوي البلاد أن تنطلق كافة الرحلات القصيرة من مطاراتها على متن طائرات تدار بالكهرباء. ويعد الالتزام الذي قطعته النرويج بين أضخم الوعود حتى يومنا هذا بصدد خفض ما ينتجه قطاع الطيران من غازات الدفيئة. ولكن هناك ما يحول دون ذلك، وهو عدم وجود طائرات كبيرة تتسع لنقل الركاب وتدار بالكهرباء. فكافة الطائرات الكهربائية حاليا صغيرة الحجم بالكاد تتسع لفردين بالغين. وبسبب صورة منذ عامين، مطعم كندي يعتذر بشدة للمسلمين. فكما أورد موقع عربي بوست، مطعم في العاصمة الكندية أوتاوا اعتذر لمسلمي البلاد عن صورة عنصرية نشرها منذ عامين على حسابه بموقع إنستغرام. الاعتذار جاء في بيان لجيرفي فورست صاحب مطعم ويلينغتون دينر نشره في تويتر، وقال فيه: الصورة عرقلت جهود مكافحة العنصرية في المدينة. وأضاف: هذه الصورة تساعد في تعزيز الصورة النمطية السلبية عن المسلمين، وكان المنشور مؤلما ويعرقل العمل الذي يقوم به الكثيرون في أوتاوا لمحاولة مواجهة الأذى الذي تسببه العنصرية في مدينتنا. لقد كان ذلك أمرا غير مقبول، واعتذر بصدق إلى المجتمع المسلم وأي شخص آخر شعر بالإهانة من الصورة. وكانت الصورة التي نشرها المطعم تحتوي على عبارة ساخرة جاء فيها: إن تناول شريحتين من لحم الخنزير المقدد على الإفطار يوميا يقلل من فرصتك في أن تصبح مهاجما انتحاريا بنسبة 100%. المصور شارلي كليفيت نقل كاميراته إلى بيركستون جنوب لندن لالتقاط صور لسكان المنطقة المتنوعين، وسيتم عرض النتائج في معرض مجاني في معرض بوب بريكستون بنهاية سبتمبر. وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم نستعرض لكم بعضا منها والمنشورة في صحيفة الغارديان. بدون كلمات يعبر فنان الكاريكاتير عن الأحداث وعن وجهات نظرهم حول القضايا ليكون تعبيرهم أبلغ. أبرز ما نشرته الصحف نتابعها في فقرة الكاريكاتير.
وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.